نطلب المساواة بين الجنسين، علموا بناتكم، احترموا حقوق نسائكم، المرأة مقياس رقي الأمة، نطلب منح النساء حق الانتخاب. هكذا تظاهرت نساء مصر رافعة هذه الشعارات أمام أول برلمان مصري عام 1924. كانت لحظة فارقة، توجت مراحل من الكفاح من أجل حقوقهن في التعليم والمعرفة والمشاركة. كنا يرفعن هذه اللافتات ويتذكرن النساء وهن يتقدمن الصفوف الأولى في ثورة 1919، وتسقط أول شهيدة مصرية برصاص قوات الاحتلال. يتذكرن ملك حفني ناصف وهي تؤسس الرابطة الفكرية للنساء المصريات. يتذكرن هدى شعراوي ونضالها وتأسيسها للاتحاد النسائي المصري عام 1923 مع كوكبة من الرائدات تنير أسماؤهن تاريخ مصر المعاصر. تظاهرن وأضربن واعتصمن ولم تستجب الحكومة لمطالبهن، لكنهن ازددن قوة ووصلن الكفاح لأكثر من 30 عاما، حيث وصل الاتحاد النسائي المصري حملاته من أجل تحرير الوطن وتحرير المرأة، وينطلق داخليا وخارجيا. وتفوز هدى شعراوي بعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد النسائي الدولي. وتؤسس فاطمة نعمة راشد أول حزب نسائي في مصر عام 1942. ثم أنشئت رابطة فتيات الجامعة والمعاهد لتتفجر بعدها ثورة الأقلام تساند المرأة عبر صفحات الجرائد والمجلات. فلن ينسى التاريخ مقالات وكتابات إستر فهمي ومنيرة ثابت أول محامية في المحاكم المختلطة، وإنجي أفلاطون التي صبغت الكفاح السياسي بروح الفن. وقد اختيرت إنجي أفلاطون في مجلس الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي. ولن ينسى التاريخ أيضاً الدكتورة درية شفيق وهي تقود مظاهرة نسائية كبرى إلى مقر البرلمان عام 1951، يطالبنا بالحقوق السياسية والتساوي في الأجور، ويجبرنا البرلمان على مناقشة هذه المطالب. نحن الشعب المصري نقدس الكرامة والعدالة والمساواة باعتبارها جذورا أصيلة للحرية والسلام. تلك كانت مقدمة الدستور المصري عام 1956، والذي ينص في مادته 31 على أن المصريين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. وفي لحظة تاريخية يصدر قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، وتعطى المرأة لأول مرة حق الانتخاب، وتدخل روي عطية وأمينة شكري برلمان 1957، وتصبح الدكتورة حكمة أبو زيد أول وزيرة مصرية عام 1960. وتنطلق المرأة المصرية للعمل في مختلف المجالات، وزيرة، نائبة بالبرلمان، وسفيرة أيضا. وكانت الدكتورة عائشة راتب أول سفيرة مصرية، وبعدها فتح الباب لسفيرات مثلن مصر أفضل تمثيل. أما دستور 1971 فقد أكد أيضا على أنه لا تمييز بسبب الجنس بين الرجل والمرأة في أي حقوق،
منها الحق في الانتخاب والترشح لعضوية المجالس النيابية. مفيد عبد الرحمن، سهير القلماوي، فايدة كامل، نوال عامر، فوزي عبد الستار، منى مكرم عبيد، حورية مجاهد، هن بعض الأسماء التي أنارت الحياة السياسية المصرية من خلال البرلمان، واستكملت أجيال من النساء دورهن الرائد، كما شاركت المرأة أيضا بدور مهم في مجلس الشورى منذ إنشائه عام 1980. وكانت الدكتورة شفيقة ناصر والدكتورة نبيلة الإبراشي أول من فازتا في انتخابات المجلس. ويتواصل كفاح المرأة للحفاظ على مكتسباتها والتطلع إلى آفاق أوسع لهذه المكتسبات. سبحت أحياناً مع التيار أو ضده، ولكن التاريخ أثبت أنها قوية ثابتة كالأهرامات، وستظل